بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس التاسع بعد 100. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله رده على ابن الجوزي في إنكاره على الحنابلة إثبات الصفات، فيقول: فأما قوله إن مثل هؤلاء لا يحدثون، فيقال له: قد بعث الله الرسل إلى جميع الخلق ليدعوهم إلى الله، فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس؟ دع من تعرف أنت وغيرك ممن فضلهم الله، ولو أراد سفيه أن يرد على الراد بمثل رده لم يعجز عن ذلك. كذلك قوله: إنهم يكابرون العقول، فنقول: المكابرة للعقول إما أن تكون في إثبات ما أثبتوه، وإما أن تكون في تناقضهم بجمعهم بين إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح. أما الأول فباطل، فإن المجسمة المحضة التي تصرح بالتجسيم المحض وتغلو فيه لم يقل أحد قط إن قولها مكابرة للعقول، ولا قال أحد إنهم لا يخاطبون، بل الذين ردوا على غالية المجسمة مثل هشام بن الحكم وشيعته لم يردوا عليهم من الحجج العقلية إلا بحجج تحتاج إلى نظر واستدلال. والمنازع لهم وإن كان مبطلا في كثير مما يقوله، فقد قابلهم بنظير حججهم ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهم، إذ مع كل طائفة حق وباطل. فالنفاة لا يزعمون أن العلم بفساد قول المثبتة معلوم بالضرورة، ولا أن قولهم مكابرة للعقول، وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من الناس، فذلك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم وإخماد قولهم، لا لأن نفور النافرين عنهم يدل على حق أو باطل، ولا لأن قولهم مكابرة للعقل أو معلوم بضرورة العقل أو ببديهته فساده. ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول ولا فساده، إلا إذا كان ذلك بهدى من الله. بل الاستدلال بذلك هو استدلال باتباع الهوى بغير هدى من الله، فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذي بينه لعباده فهو بهذه المثابة. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء، حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله. وأما قول أبي الفرج كأنهم يخاطبون الأطفال، فلم تخاطب الحنابلة إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، الذين هم أعرف بالله وأحكامه، وسلمنا لهم أمر الشريعة وهم قدوتنا فيما أخبروا عن الله وشرعه، وقد أنصف من أحال عليهم، وقد شاق من خرج عن طريقهم وادعى أن غيرهم أعلم بالله منهم، أو أنهم علموا وكتموا، أو أنهم لم يفهموا ما أخبروا به، أو أن عقل غيرهم في باب معرفة الله أتم وأكمل وأعلم مما نقلوه وعقلوه. قال الشيخ رحمه الله: الأقوال نوعان: أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة، يجب أن يكون معناها حقا عرفه من عرفه وجهله من جهله، والبحث عنها إنما هو عما أرادته الأنبياء. فمن كان مقصود معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى، ومن قصد أن يجعل ما قالوه تبعا له فإن وافقه قبله، وإلا رده وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلا
مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك أو أكثره لم تلده الأنبياء، فهو محرف للكلم عن مواضعه، لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. النوع الثاني ما ليس منقولا عن الأنبياء، فمن سواهم ليس معصوما، فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده. فمن قال من أهل الكلام إنه أي الله لا يفعل الأشياء بالأسباب، بل يفعل عندها لا بها، ولا يفعل لحكمة ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة، ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة، فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف. وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمعت الأمة على ضلالته، فإنه أول من أنكر الأسباب والطبائع، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات، وأول من قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة. ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذا كثيرة جدا، كقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فسلب النار طبيعتها، وقوله لنخرج به حبا ونباتا، وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، فأخبر أن الرياح تقل السحاب أي تحمله، فجعل هذا الجماد فاعلا بطبعه، وقال اهتزت وربت وأنبتت فجعلها فاعلة بطبعها، وقوله فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وهو الكثير المنفعة والزوج الصنف، والأدلة في ذلك كثيرة، يخبر فيها بخلق الأسباب والحكم، وأخبر أنه قائم بالقسط، وأنه لا يظلم الناس شيئا، فلا يضع شيئا في غير موضعه، ولا يسوي بين مختلفين، ولا يفرق بين متماثلين، كما قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور الآية، وغير هذا كثير. وكقولها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية، فدلت هذه الآية وغيرها على أن ما أمرهم به معروف في نفسه، تعرفه القلوب، فهو مناسب لها، مصلح لفسادها. ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به، إذ هذا قدر مشترك، فعلم أن ما يأمر به الرسول مختص، وما نهى عنه مختص بأنه منكر محذور، وما يحله مختص بأنه طيب، وما يحرمه مختص بأنه خبيث. ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، ومقصوده به الرد على الذين ينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله وأوامره ونواهيه، ويقولون إنه يفعل ويأمر وينهى بالمشيئة المجردة، وهذا القول ضلال وباطل، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يفعل ويأمر وينهى لحكمة بالغة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. وأصحاب هذا القول يريدون الرد على القائلين إن الله يجب عليه فعل الأصلح، وكلا الطائفتين ضالة عن سواء السبيل، والحق ما دل عليه الكتاب والسنة في ذلك وغيره. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.